بهالفيديو رح نلعب احد افضل العاب الباتل رويال ايبكس ليجند، بس هنلعبها على الموبايل. القم القم القم، ابلع ابلع. حلو والله القنبلة حرقتها حرق. القم شلت سكواد كامل لوحدي. يب اخيرا لعبة ايبكس ليجند اجت على الموبايلات والكل يقدر يلعبها حاليا، واللعبة معربة بالكامل. ما ابي اضيع وقت اكثر من كذا، خلينا نبدا بالفيديو. اوكي شباب، مثل ما قلت لكم اللعبة موجودة على الموبايلات حاليا والكل يقدر يحملها، سواء موبايلك اي او اس او اندرويد، روابط التحميل موجودة بالوصف. وغير كذا في سيرفر عربي خاص للعبة على موقع ديسكورد، هذا السيرفر فيه عدة لاعبين عرب ويوتيوبر عرب وأنا موجود بالسيرفر، فتقدر تروح هناك تدور على لاعبين، في جيفاوي وأشياء رهيبة بتصير بالسيرفر دائما، فكمان اللينك موجود بالوصف. وعلى سيرة الجيفاوي، فإبكس ليجند عطوني 4 أكواد عشان أوزعها لكم هنا على اليوتيوب لسكنات حصرية في اللعبة. إذا ودك تدخل بفرصة الفوز عليهم، كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق مع وسيلة التواصل إنستغرام أو تويتر. واللعبة فيها نظام الباتل باس وفيه سكنات وأشياء جدا رهيبة، وغير كذا في مهمات فينك تسويها بشكل يومي، وهالمهمات راح تعطيك نقاط فينك تبدلها بسكنات شخصيات أسلحة وأشياء جدا رهيبة. ومثل ما قلت لكم اللعبة بتتميز بالشخصيات، فنزلت شخصية جديدة خاصة بهاللعبة واللي هو شخصية فيد، وشكله جدا رهيب. واللعبة فيها عدة أطوار، في طور الأرينا اللعب الجماعي، في طور التيم دث ماتش اللي هو 6 ضد 6، يعني مو شرط تلعب فقط باتل رويال. غير كذا في طور خاص للتدريب عشان تدخل وتتمرن وتضبط ايمك، وفي قائمة خاصة للأطوار المحدودة، كل فترة راح يضيفوا طور جديد يكون لفترة محدودة تقدروا تلاقوه هنا. وفي متجر خاص في اللعبة فينك تشتري فيه سكنات حزم وأشياء كثير رهيبة موجودة فيه. ويلا خلنا نلعب أول جيم ونجيب أول فوز إن شاء الله. أوكي هنا القائمة يلي كل واحد يختار شخصياته، فإن شاء الله ما حد ياخد شخصيتي. أبي شخصية أوكتين، شخصية جدا سريعة وسريع، فأوكتين حلو ما حد اختاره. يب سكواد متكامل، أول شخصية شغل متفجرات، ثاني شخصية شغل إنه يلاقي الأعداء من وراء الحيط، وشخصيتي شغل الدرعمة والسرعة، فإن شاء الله أجيب الفوز معاهم. نبدأ ونقول بسم الله. والله الجرافيك والألوان بهاللعبة جدا رهيبة. أوكي أنا القائد الهي، لازم أنا اللي أنط صح. يلا تعالوا معايا وحوش، ننزل بأكثر مكان زحمة بالخريطة. طبعا اللي ما بيعرف يا شباب، إذا كنت جديد على لعبة إبكس ليجند، اللعبة الطور الأساسي فيها هو السكواد، انك تدخل مع 3 اشخاص، بعدين ممكن يضيفوا طور فردي، بس هي الاساسي فيها تلعبها مع اشخاص، عشان كذا انا داخل مع سكواد حاليا. هذا شخصيتي سريعة، تطلعوا اقدر اعطيه ابرة ويرقد كذا يصير صاروخ حرفيا. نحتاج سلاح نحتاج سلاح، لا السلاح سلاح تعبان، بس واضح انه صاحبي قاعد يتقاتل. اوكي انا حاليا في واحد قاعد يشوفني من ورا الحيط، خليني اروح مع اصحابي ان شاء الله يكون في سلاح اقوى هنا. حلو 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 حلو، هذا اتذكر كان من اقوى الاسلحه الR301. اوكي في ناس عندي، لا في اثنين في اثنين في اثنين، اعطيها الابره اعطيها الابره، اهرب يا واد اهرب يا واد اهرب. مع السلامه اشوفكم فيديوهات ثانيه ان شاء الله. اي مع السلامه، ما عندي طلق ما عندي طلق، واضح انهم منوب والله، لو عندي طلق كان ممكن اسوي شغل معهم. اوه عندي سلاح ثاني. اوكي تعالوا 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 تعالوا، ما كنت ادري عندي سلاح ثاني. القوم يا واد. تعال 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 تعال، وين وين رايح وين رايح؟ القوم ابلع. تعال تعال تعال، اعطي الابرة ودرعم عليه يا واد. سلاح المشلر ريلود بسريع. وينه 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 وينه؟ انا عندي الخاصية تبعي جمب باد،
اقدر احطه وانط فوق واشوف اذا في اي حد متخبي تحتي. ايوه لقيتك، تعال 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 تعال. ايوه القم، هذا كان اخر واحد من سكواده. اوكي صاحبي طلع لفوق وقاعد يتسلق صخره صخره، انا اقدر بكل بساطه اسوي كذا. هلا والله صرت عنده على طول. طبعا هاي الجمبات فقط شخصيتي عنده اياها، باقي الشخصيات ما عندهم اياها، كل واحد عنده خاصيه تختلف عن الثاني. ابره يا واد. اوه صح اتذكرت، كل ما اشك الابره عشان يمشي سريع ينقص شوي من حياتي، فلازم ما استعملها على راحتي. اوكي في سكواد تحت، في واحد منهم عايش، ما ادري اذا شايفني ولا لا. انا ادرعم عليه بالشوتجن. وين رايح وين رايح وين رايح؟ ارتج عليه العاصفه بيطلع الحين. القم، في واحد وراه صح. اوه لا قاعد يدمجني. طب تعرف شو بحط الجمب باد انا عشان لو انحشرت اهرب بسرعه. اطلع اطلع رجال اطلع، شكله معاه سنايبر. اوكي اوكي خليني اطلع انا بالجمب باد حقتي، اكيد راح يموت هو بالدائره. خذ ابره يا واد واطلع. اوه قدامي جبل، قدامي جبل، كيف اطلع؟ متنا 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 متنا، والله متنا متنا، رحنا فيها. لا 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 اوكي اعطي ابره. لا انا لازم ما اعطي ابره وانا في العاصفه. بسرعه 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 بسرعه، لف لف لف. حلو حلو وصلنا وصلنا للنهايه وصلنا للنهايه. خلينا نعبي درع. طيب خلنا نلوت شوي. في شوتجن شوتجن اصفر بتذكره كان فتاك، بس كان جدا نادر، ما يطلع لك الا من باكج خاص ينزل في نص الماب. اوه هذا هو الشوتجن، هذا هو الشوتجن. اه اوكي صح اتذكر اتذكر، بعدين عملوا تحديث للعبه خلوه ينزل عند الجميع بدون لا يكون انه جدا خاص. اوه ها تعال تعال تعال. اوه هذا حد درع، تعال والله ادخلك بالدرع. والله هذا ش... اوه القم. وين الثاني وين الثاني؟ هذا في 1000 نسخة منا، هذا نسخ منا 70 واحد. اوكي اختفوا، ضل الاصلي. هاي الشخصية اسمها ميراج، شخصيتي المفضلة كانت، اللي هو لما الخاصية تبعه يسوي 10 نسخ من نفسه. اوه ليكا صح؟ هذا هو؟ تعال. لا هذه نسخة منا، واحد منا حقيقي واحد نسخة، واحد حقيقي واحد نسخة. هذا النسخة هذا النسخة هذا النسخة اللي ورا حقيقي صح؟ يب القم القم. هذا شو قاعد يسوي؟ هذا قاعد يمشي كذا بكل بساطة؟ تعال يا خوي. وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح؟ دخول الحمام مثل خروجه. تعال 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 خلاص يا خوي، استسلم استسلم لأمر الواقع. أقدر أفنشه صح؟ أتذكر كان في فينش. أيوه أيوه. طبعا كان في قطعة زرع خربت علينا الفينش يا اخي، كل شوي يطلع لي الدائرة. لا 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 حط اطلع، لا طلعت طلعت. تكفون لا تسحبوا علي سكوادي سكوادي، لا 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 تسحبوا علي، تعالوا ارجوكم يا اخي. يا الله متنا العاصفة. ريفايف ريفايف يا اخي ريفايف. ايوه هيموت هيموت هيموت، مات وخسرنا الجيم. والله لو سوالي ريفايف كان فينا نفوز الجيم بسهولة. طيب يلا معليش، اصلا ابي اجرب شخصية جديدة. لا كنت ابي اخذ هذا، كنت ابي اخذ بلاد هاوند. طيب ان شاء الله لا احد ياخذ البانجلور تبع المتفجرات. حلو باخذ تبع المتفجرات. طبعا هاي الشخصية عندها خاصيتين، الخاصية الأولى البسيطة ترمي قبل الدخان، فلو حد قاعد يضربك وانت بمكان مفتوح ترمي دخان وتهرب. والخاصية الثانية هي انه ترمي قنبلة في مكان ويصير ينزل صواريخ من السماء على هالمكان. جدا الخاصية قوية. اوه تعال 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 القم. ابي اجرب الفينش تبع شخصيتي، خلينا نشوف كيف الفينش. القم. حلو حلو حلو، معي سنايبر انا معي سنايبر. القم ابلع ابلع. حلو شت الاول شت الاول، والله سنايبر قوي الصراحه.
شفتوه هذا نفس شخصيتي رمى دخان عشان يقدر يسوي ريفايف لصاحبه، بس انا عندي قنابل فبرمي قنابل على الدخان. القم والله القنبلة حرقتها حرق اجت فيه، وكاد اخر واحد. حلو، طب اخر واحد ليش لسه عايشين؟ ولا هذا كان من سكواد ثاني؟ طب خلني ارجع على السنايبر. القم شلت سكواد كامل لوحدي. والله المهارة لسه موجودة، اتذكر والله كنت جدا محترف بهاللعبة مع البلاي ستيشن، فالمهارة هنا على الموبايل جدا محسن اللعبة الفريمات وكل شيء، فعشان كذا عارف ألعب. قاعد يضربوني في كل مكان، قاعد انضرب في كل مكان، فخلني ارمي الدخان. حلو 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 حلو. اوه عندي الخاصية الكبيرة الحين، اقدر ارميها على مكان وتنزل صواريخ عليه. تعال تعال، هذا ما كان شايفني. تعال ايوه القم. اصحابي قاعدين يتقاتلوا فلازم ادرعم عليهم واساعدهم. تعال اوكي بس اعمل الخاصيه تبعي، برميها هنا. شوف الحين، شوف الصواريخ هي هتنزل من السماء. اقدر اذبحها بس ما ابي. طلعوا اما ما حد مات، بس كذا دمجوا. ليش ما مات؟ عادة تذبح سكوات كامل هالخاصية. قاعد اضرب من كل مكان وما ادري وين، فخلني اطلع على الزبلاين واشوف. ليك تعال 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 يا خوي، وين راح تهرب؟ تعال ايوه. طيب خلنا نشوف شو عنده اللوت هذا. اوكي يا اخي انا ذبحته، اجى هذا واخذ اللوت، كان عنده رشاش رهيب. طبعا يا شباب اذا كنتم من اللاعبين اللي تلعبوا دائما مع اصحابكم، يعني دائما في ناس تلعب معاهم، فهذه حرفيا والله بدون مبالغة أفضل لعبة تلعبها حاليا على الموبايل، أفضل لعبة باتل رويال. لا 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 لا، ما عندي طلق. أو لا، عندي طلق. ريلود. الحين تهرب صح؟ تعال الحين تهرب. أول ما شاف إنه ما يقدر يواجهني فيس تو فيس هرب. مش لرمد. تعال القم بس. اوكي اصحابي يحتاجوا دعم. مسكين هذا واقف بالنص بيننا نحن الثلاثة. هذا صاحبي حط الجمباد. والله ما توقعت في مكان فوق الجبل. كفو عليه القم. ايوه سوبر. رميت سوبر بيناتهم، خليني اهرب قبل لا اموت. بسرعة. فزنا. سوبر تبعي ذبحهم. الله، يحطوا في النص اللي هو اعلى شخصية جابت سكور وقتلات. في يا شباب هنا راح ننهي الفيديو، اخيرا جبنا فوز. مرة ثانية عم ذكركم رابط تحميل موجود بالوصف، شيكوا عليه. اللعبة جدا رهيبة بالذات اذا كنت من لاعبين الموبايل ومتعود على تحكم الموبايل، راح تستمتع فيها بشكل جدا كبير. فاي اتمنى نهاية الفيديو، لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، شاركونا بالتعليقات اراكم عن اللعبة، ولا تنسوا تشاركوا بالجيف اوي. وبس كلمكم شركيات وشركة كيش، كم جهات ثانية ان شاء الله. مع السلامة.